فعلنا، تصرفنا إلى جانب الولايات المتحدة بدعم من أستراليا والبحرين وهولندا وكندا، وهذا وفقا للقانون الدولي وبدفاع عن النفس وردا على التهديد الحوثي. والضربات كانت على أهداف محدودة وفيها توخينا حماية أرواح الأبرياء، وكل الضربات هذه مسألة لا يمكن استدامتها، وأسقطنا عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت السفن، والحوثيين قاموا بنحو 12 ضربة إضافية بما فيها ليلة أمس. لذلك تصرفنا لتقويض قدراتهم من شن مثل هذه الضربات، وقمنا بتقييم هذه الضربات، ومنذ ذلك الحين شاهدنا مزيد من الأدلة على أنها كانت ناجحة في تقويض من قدرات الحوثيين. ضربنا مركزين عسكريين في شمال صنعاء، وكان يستخدمها الحوثيين لدعم استهدافهم للسفن. وهذا نكون واضحا، نحن لا نسعى لمواجهة عسكرية، بل نحث الحوثيين وكل من يمكنونهم من وقف هذه الأعمال غير الشرعية وغير المقبولة. لكن المملكة المتحدة إن دعا الأمر لن تتردد أن تتصرف بالدفاع عن النفس، ولا يمكن أن نسقف جانبا ولا نتحدى مثل هذه الاستهدافات. أخذين هذا بالاعتبار وفي ظل التهديد، من المهم أن نطلعكم على آخر المستجدات، وقد أصغيت لكل المتحدثين الأسبوع الماضي، وسنعطيكم فكرة يوم غد عن توجهنا بالنسبة لما يحدث في البحر الأحمر. اتخذنا خطوات قبل وللتقييم قبل إطلاق هذه الاستهدافات للحوثيين. إن المجتمع الدولي أصدر بيانات متكررة من الأول من ديسمبر حتى 9 من 10 من ديسمبر وفي يناير لتنديد بهذه الهجمات وحث الحوثيين ليتوقفوا، كما أنه تم إصدار قرار على أن يوقفوا هذه الاستهدافات. ومن المهم أن نشير أن الحكومة الشرعية في اليمن نددت بأعمال الحوثيين واتهمتهم بإيجاد دعاية تهدف إلى تحقيق مآربهم الخاصة. هذا الوضع يمكن أن يأتي إلى نهايته، وهذا أيضا يشمل حق الدفاع عن النفس عندما نستهدف. وأود أن أتحدث عن جانب من ردنا. أولا، أننا نواصل بزيادة النقاشات الدبلوماسية، لأننا نعرف تعقيد الوضع، وتحدثت مع الرئيس بايدن حول هذه القضايا ليلة أمس، ووزير الخارجية سيكون في المنطقة في الأيام القادمة، والتقى بنظيره الإيراني الأسبوع الماضي وتحدث إليه عن ضرورة وقفهم لدعم الحوثيين بالسلاح. وعلينا أن نوقف وصول السلاح غير الشرعي للحوثيين، وخاصة عناصر وهذا يشمل العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتعطيل ووقف تزويد السلاح للحوثيين. ثالثا، سنستخدم أهم الوسائل الموجودة لدينا لوقف إمدادات الحوثيين ومن أين يأتون بالتمويل. نعمل مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع واتخاذ إجراءات عقوبية في الأيام القادمة. رابعا، لابد من مساعدة شعب اليمن الذي عانى كثيرا نتيجة للحرب الأهلية. نواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم في هذا الصراع، ليس لأن هذا هو المهم، لأننا نود أن نظهر للشعب اليمني أننا لسنا على خلاف معهم، بل مع هذا النشاط الحوثي. هذه استراتيجيتنا، وسنبقي كل الأدوات متاحة وتحت المراجعة. لا يوجد صلة بين أعمالنا في البحر الأحمر والوضع في إسرائيل وغزة.
من يقومون بالربط هم من يخدمون الحوثيين بهذا بهذا العمل. كل هذه المحاولات لن نتعاون معها. وأود أن أتحدث أيضا عن الوضع في غزة لأنه من المهم. ناقشت أنا والرئيس بايدن هذا الموضوع وهو يشاطرني قلقي على الوضع المدني في غزة وعدد الضحايا الكبير، ولا بد من إنهاء الصراع في غزة بأسرع ما يمكن، وندعو لهدنة إنسانية لإخراج الرهائن كخطوة أساسية لبناء وقف إطلاق النار دائم دون تعطيل. لكن لتحقيق ذلك لا بد لحماس أن توافق على إطلاق سراح الرهائن، وأي تهديد من حماس من ضربات صاروخية لا بد أن يوقف، وأيضا إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة لتقدم الخدمات والأمن. هذا هو مسار السلام الذي لا بد أن يشمل، ونحن كلنا متحدين في دعمنا لحل الدولتين. سيدي الرئيس، رغم كل التعقيدات في الوضع الراهن إلا أن مبدأنا واضح وراسخ، ونقف أقوياء أمام التهديد وندعم من يحتاجون المساعدة وعازمين على إعادة الأمن والسلام وسيادة القانون. لذلك هذا هو ما هو متوقع من المملكة المتحدة، وهذا ما نمثله، وهذا ما أقدمه لهذا المجلس. شكرا لك وشكرا لرئيس الوزراء على هذا البيان.